14 ثانية ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته شوطنا الأول للمشتركات القاعدين على البركة. نسير ننطلق مع البداية الأولى، نسير مع المركز الأول، نتابع التقدم، نتابع العبور في هذه اللحظات، التقدم في هذه اللحظات، بداية المسار مقدمة للشوط، نتابع التقدم. هذا نهاب، هذا نهاب، يأتي راعي متعب مع البداية الأولى، سالم بن خميس بن شلبوت الغيلي يأتي ببداية المسار، بينما القدوم والتقدم الحضور من مصوت، خميس بن محمد بن كراز المهيري يأتي ثاني المراكز، بينما القدوم والحضور من قناد، حارب بن عبد الله بن غالب الكثيري، هذا الشعار الكثيري يأتي ببداية هذا. هنا مشاهدي الكرام على ثالث المراكز، رابعا معتاد، هذا شعار بن شلبوت. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، نعود مع بداية المسار، نعود مع مقدمة الشوط، نعود مع البداية. هنا نهاب، 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 يسير بمسار التحدي، يبدع بإبداع الناموس، ينطلق بانطلاق تلقائي بلا أوامر ولا شبه أوامر تذكر، على الإطلاق، على الإطلاق، يا أبو شهاب، يا أبو شهاب، مع البداية نهاب، مع البداية نهاب، ينطلق بانطلاق تلقائي، ولكن مصوت والعصا والأبطال، مصوت غادم، مصوت غادم، هذا شعار مسعيد، بينما القدوم والتقدم من نهاب على ثالث المراكز، ولكن مصوت غادم، الله الله على الإبداع يا أبو سعيد، الله على الإمتاع يا أبو سعيد، وإنتاج النباعة دائما يحضر، والله ولك شوف من القادم، الله 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 الله، هذا نهاب، هذا نهاب، دائما للأبطال عودة ودائما للأغوياء عودة، سلامي عليك يا أبو شهاب. يأتي هنا مشاهدينا الكرام مع الرمق الأخير، هنا مشاهدينا الكرام نهاب سالم بن خميس بن شلبود الخيلي يأتي ويحظى بناموس هذا الشوط، ثاني مراكز مصوت، خميس بن محمد بن كراس المهيري، ثالث المراكز نهاب او معتاد سالب الخميس بن شلبود الخيلي. التوقيت الزمني دقيقتين وثلاثة عشر ثانية مشاهدين الكرام ومتابعين الاعزاء، تهانوا ناموس لجميع الفائزين والناموس.